انا سميت ابراهيم عيد نصر، انا نبط الضحيه من واحد الضحيه من البنات اللي عندهم 9 سنين وكيقراو في هذا الجامع. مشيت انا ندير التحاليل التحليل لبنتي، قالت لي الطبيبه ها كاين هكا صافي تسند كان بكي بيت نموت بيت نطاح كاع. مشيت كان انا المراه قالت لي ما تخرج هذا الشيء خلي البنت هكا، انا ما رضيتش انا ما نقدرش انا نتحمل واحد الضغط ما عليهاش ما درتوش ما باش نحمي واحد المجرم. ما يمكنش هذا المجرم هذا اللي اختصب شي 8 البنات دابا من غير هذوك اللي ما بغاش يبانوا من غير واحد المراه من غير هذا الشيء اللي والدليل القاطع ماشي البنت. انا بنتي ما كتخاف منها، انا مشيت معها بالسياسه قالت لي هي هما دار ليا كيدير كيدخلنا البيت كيعيط علينا واحد بوحده كيدير لي النوبه ولا هكا كيخلينا كيقول لك اجي تغسلي المعان. كتمشي للبيت حيت نقصوا هكا كاين واحد البلاصه كيقعدوا فيها البنات كيقراو ومع الدراري يقول لي سيري غسلي لي المعان. كتدخل من تما كيزد الباب كيدخلها للبيت كيدير ليها شي طلعه مصممه مع الكاش كيدير ليها كيناسها كيقضي مع غلط كيعطي واحد التمره كتنوض كتسكت ما كاينش. يعني كون مع هاد السيده اللي دارت فينا حسنه وبينت هاد الشيء راه وقيلا يولدنا كل دوار يعني يوصل العيالات يوصلنا حنا هذاك الشيء اللي كيدير. وحنا درنا فيه الثقه ما خصو والو الرصيد ديالو من الفلوس اللي كنعطيو حنا كان 1000 درهم والفلوس ديال الحباس والفلوس ديال المحسنين هنا اللي كيعطيو كل مره كل واحد اش كيعطيه. خشى فينا واحد الموس ما يمكنش انا نسامحو. كنطلب انا من العداله تاخذ لينا حقنا واخا يشد 100 عام ما قديش يرد ليا الشرف ديال بنتي. واش شي واحد ما يمكنش شي واحد يضحي بنته على قبل رفقي ولا كيفاش انا؟ واش لا يمكن دير معادله باش دير بنتك ديها العاده يعني تبينها اش انا غادي نستافد؟ الشرف ديال بنتي هي الاول. انا ما خصني والو، انا نخدم على بنتي. هادوك واسك عند بنيه عندها 5 سنين كتقرا معاه وواحد الدري اخر عنده 7 سنين كندق انا على الديور كنقول لهم واش انا يمكن لي نضحي بنتي باش نشوف الفقيه؟ هذا الشيء ما يمكنش، ما غاديش يقبل شي واحد.